فضيلة الشيخ، من عليه دين هل يلزمه الحج وهل يسقط عنه؟ الله جل وعلا قال: من استطاع إليه سبيلا. والذي عليه دين على نوعين: النوع الأول من عنده مال يتسع لسداد الدين ويتسع لنفقة الحج، فهذا يحج إما فريضة وإما نافلة، لأنه أمن للدين ما يكفيه. وأما إذا كان الدين يحيط بماله فإنه لا يحج، بل يقدم سداد الدين لأنه غير مستطيع في هذه الحالة. نعم.